صباح الورد والفل والياسمين والتفاؤل على كل مشاهدي قناة تان وحلقة جديدة من صباح الورد. وفي صباح الورد بنبدأ حلقتنا دايما مع الموجز الإخباري. الموجز الإخباري النهاردة مع زميلي كريم حاتم. صباح الورد عليك يا كريم. صباح الورد يا مها وصباح الخير على كل مشاهدي قناة تان، وأهلا بكم في موجز الأخبار. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطوير الشامل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية وفق آلية مركزية موحدة تحقق الحوكمة وتضع مبادئ واضحة للعلاقة بين المستثمرين والدولة. جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث وجه الرئيس أيضا بالتوسع في زيادة عدد محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية لتعزيز جهود المشروع القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. في سياق متصل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية لموارد مصر من البترول والغاز، فضلا عن توفير إمدادات الاستهلاك المحلي من جميع أنواع الطاقة وتسهيل وصولها إلى المواطنين والقطاعات الصناعية مع تكثيف أنشطة البحث وتوسيع رقعة المناطق الاستكشافية الجديدة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس برئيس الوزراء ووزير البترول ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية لمتابعة مشروعات قطاع البترول، خاصة مجال زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة للغاز والبترول. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على الصناعة الوطنية في مشروعات المياه والصرف الصحي، والتي سيتم تنفيذها بالقرى ضمن مشروع تطوير الريف المصري في إطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وخلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة خطة توطين الصناعة في المشروعات القومية، شدد مدبولي على ضرورة حصر الاحتياجات في 50 مركز على مستوى الجمهورية التي ستشهد تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية. وفي لقاء آخر مع وزيرة الصحة، استعرض رئيس الوزراء تقريرين حول ما تم تداوله بشأن وجود نقص في كميات الأكسجين المتاحة في مستشفى زفتة بمحافظة الغربية والحسينية المركزي بمحافظة الشرقية. من جانبه قالت وزيرة الصحة إن حالتي الوفاة بمستشفى زفتة كانتا مصابتين بفيروس كورونا وتعانان من أمراض مزمنة، كما تبين أن أجهزة العناية المركزة بحالة جيدة ولا يوجد بها أعطال أو تسريب. وأضافت الوزيرة أنه فيما يتعلق بمستشفى الحسينية المركزي ليس هناك علاقة بين حالات الوفاة وما يثار عن حدوث نقص في الأكسجين بالمستشفى، مشيرة إلى أن الحالات الأربعة توفوا في فترات زمنية مختلفة وأغلبهم من كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة ولديهم مضاعفات مرضية نتيجة لإصابتهم بالفيروس. على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة عن خروج 418 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 113,898 حالة. كما أعلنت الوزارة في بيانها اليومي عن تسجيل 1309 حالات جديدة و64 حالة وفاة. أكدت مصر ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة وقبل بداية المرحلة الثانية من ملء وخزان السد. وخلال الاجتماع السداسي الوزاري لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان عبر الفيديو كونفرنس، شددت مصر على ضرورة أن يحقق الاتفاق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن في الوقت ذاته حقوق ومصالح مصر المائية. وأوضحت الخارجية أنه تم التوافق على عقد جولة من المفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة. أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة 10 أشخاص على الأقل في لبنان في إثر وقوع انفجار في منطقة الهرمل المتاخمة للحدود مع سوريا. وقال مصدر في الجيش اللبناني أن الانفجار ناتج من تخزين قوارير غاز في مستودعات في بلدة القصر بقضاء الهرمل شمال شرق لبنان. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات التركية تعمد إلى إنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها مقابل بلدة عين عيسى الواقعة بريف الرقة الشمالي. ويأتي هذا بينما جددت القوات التركية والفصائل الموالية لها
قصفها البري للمواقع في ريف ناحية عين عيسى، حيث استهدفت عدة محاور في ريف البلدة من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. أعيد انتخاب الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي بأغلبية ضئيلة خلال الجلسة الأولى للكونغرس 117، وحصلت بيلوسي على 216 صوتا مقابل 209 أصوات لمنافسها الجمهوري كيفن ماكارثي لتفوز بولايتها الرابعة لرئاسة الكونغرس الأمريكي، وهي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذا المنصب. It is my great honor to preside over this sacred ritual of renewal. قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن حاملة الطائرات USS نيمتز ستبقى في مياه الخليج بعد التهديدات الأخيرة من الجانب الإيراني، وتقوم الحاملة نيمتز بدوريات في مياه الخليج منذ نهاية نوفمبر، إلى أن وسائل إعلام أمريكية أفادت الأسبوع الماضي بأن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر أصدر أوامر بعودة حاملة الطائرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ختام الموجز، والآن أعود مرة أخرى إلى الزميلة مها بهنسي. بشكرك زميلي كريم حاتم على الموجز الإخباري. مشاهدينا حسبكم دلوقتي مع عرض بفقراتنا الحوارية في حلقة النهاردة، وارجع لكم نبدأ جولة سريعة في الأخبار المتنوعة. حضراتكم من جديد. امبارح بدأت مصر في استقبال وفود المنتخبات اللي هتشارك في بطولة العالم لكرة اليد واللي هتقام في مصر، وهتنطلق فعاليتها من 13 يناير. وقام دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستقبال بعثة منتخب اليابان، وطبعا ده كان وسط إجراءات احترازية كاملة وخطة تأمين لتنفيذ فعاليات البطولة بشكل يليق باسم مصر، وكمان يتماشى مع ظروف كورونا اللي احنا كلنا عايشينها. بطولة العالم لكرة اليد كمان بتعتبر أول نسخة بتضم 32 فريق بدل من 24 لأول مرة في التاريخ، وتم تقسيم منتخبات البطولة لثمان مجموعات، وكل مجموعة بتضم أربع منتخبات، ويعني بتقام منافسات المونديال على أربع صالات، هي الصالة الكبرى باستاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب والصالة الجديدة ب 6 أكتوبر. أما بالنسبة لمنتخب مصر فمفروض أنها تكون مباراته الأولى يوم 13 الساعة 7 مساء مع منتخب تشيلي، وبعده هيقابل التشيك يوم 16 والسويد يوم 18. طيب احنا عايزين كمان نطمن على وصول المنتخبات، الإجراءات الاحترازية اللي تمت، ومعانا دلوقتي على الهاتف الأستاذة نانسي علي، وهي صحفية متخصصة في رياضة كرة اليد. أهلا بيك يا نانسي، وصباح الورد عليكي. صباح الورد، كل سنة وانتي طيبة الأول. وحضرتك طيبة، قولنا سعيد عليك. إن شاء الله يا رب علينا كلنا وعلى مصر كلها. خلينا نتكلم على عدد المنتخبات، يعني إحنا في ظل الإجراءات الاحترازية، إلا أنك الفرق اللي هيتم استقبالها أو اللي تم استقبالها عددها أكبر من العادي اللي متعود عليه البطولة، مش كده ولا إيه؟
بالظبط، يعني يمكن هي دايما البطولة بتقام ب 24 منتخب، بالظبط ودي لأول مرة في التاريخ هتقام بوجود 32 منتخب. طبعا عدد يعني زاد 8 منتخبات، فطبعا عدد كبير جدا، ودي حاجة تحصل لأول مرة في التاريخ. تحدي كبير، ومصر إن شاء الله قدها إنه مصر تقابل هذا العدد من المنتخبات في ظرف أصلا المفروض إنه الأعداد بتقل علشان كورونا. فده هياخدنا بقى على الإجراءات الاحترازية، أعتقد إن هي مشددة عن أي إجراءات في أوقات تانية أو مواقف أخرى. طبعا هاخد من كلامك طبعا ان مصر بتواجه تحدي كبير جدا جدا طبعا باستقبال هذا العدد من المنتخبات، وباستقبال بطوله بحجم بطوله كاس العالم بشكل عام. صحيح. بطوله كبيره، وتعتبر اول بطوله عالميه يعني مجمعه تقام في ظل وجود فيروس كورونا. فطبعا هو تحدي كبير، والعالم كله هيبقى بيبص عليكم علينا، بتعملوا ايه، هتستقبلوا البطوله ازاي. طبعا الاجراءات الاحترازيه يعني معمول حسابها بشكل كبير جدا. يمكن منتخب اليابان اول منتخب يصل القاهره امبارح، اللي هو اليابانيين اصلا في العادي كده كده الكمامات دي حاجه اساسيه، في كورونا مفيش كورونا. ايوه بالظبط، هم وصلوا امبارح. يمكن الاجراءات اللي تمت، كان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في استقبالهم، ومعاه دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي وعدد من المسؤولين. يمكن اول ما نزلوا من الطياره الشنط بتاعتهم على طول بتتاخد، بيتم تعقيمها وبتبعت لهم على الفندق، يعني حتى هم مش بيمسكوا اي حاجه بايديهم خالص. طبعا تم قياس درجه الحراره، وعلى طول ركبوا الباص من قدام الطياره، يعني الباص حتى مستنيهم قدام الطياره، ركبوا الباص وطلعوا على الفندق. فهي هي البطوله هتقام بنظام الفقاعه الطبيه. الفقاعه الطبيه بمعنى ان كل اللي متواجدين في البطوله هيبقوا متواجدين في الفقاعه الطبيه دي، يعني اماكن محدده فقط هي اللي بيتحركوا من خلالها، من المطار للفندق، من الفندق لملعب التدريب، من ملعب التدريب للفندق تاني، ثم لملعب المباراه. هي دي الاماكن المسموحه ليهم فقط، مش هيتعاملوا مع اي حد خارج الفقاعه دي او البابل دي طوال احداث البطوله. فيمكن هي دي ابرز حاجه في الاجراءات الاحترازيه. طبعا في غرف عزل جوه الفنادق، وهيتم عمل مسحه كل 72 ساعه لكافه المتواجدين جوه الفقاعه. اي حد يعني هيطلع ايجابي هيتم عزله في غرف عزل مخصصه داخل الفنادق. كمان هيبقى في سيارات اسعاف متواجده حوالين الفنادق، بحيث ان هتبقى مجهزه، يعني هتبقى زي غرفه عمليات مجهزه جوه سيارات الاسعاف دي. في مستشفيات كمان مخصصه لو بعد الشر يعني في اي حاله مثلا حالتها اصعب شويه ان هي تقدر تتعزل جوه الفندق، هيتم نقلها للمستشفى برضو بعربيات مخصصه. فيعني كل حاجه معمول حسابها في البطوله، والاجراءات الاحترازيه ان شاء الله على اعلى مستوى عشان مصر ان شاء الله تقدر تنظم بطوله العالم كله يعني يستشهد بيها، وتبقى نموذج لازاي تنظمي بطوله في ظل الاحداث الصعبه جدا اللي العالم كله بيمر بيها في الفتره الحاليه. اكيد، ومصر قدها واستضافت بطولات اكبر من كده بكتير وشرفتنا قدام العالم كله. طيب خلينا نتكلم عن المنتخبات اللي واقفه قدام مصر، يعني تشيلي، التشيك، السويد، ايهما الاشرس في كره اليد بالنسبه للمنتخب المصري؟ يعني يمكن طبعا هي يعني ما لهاش حزب قوي، كل المنتخبات طبعا قويه وكل المنتخبات جايه عندها طموح، لكن خلينا نتكلم عن منتخب السويد. هو طبعا منتخب قوي ومنتخب ليه تاريخ كبير جدا في لعبه كره اليد. حتى هي اخر مباراه يعني هتكون قمه المجموعه ان شاء الله يعني. لكن طبعا ما نقدرش ننساهم، ان بتشيلي وتشيك برضو منتخبات قويه وجايه عامله حسابها يعني. لكن احنا في النهايه الجهاز الفني المنتخب هو اللي اختار المجموعه دي. لان طبعا يحق للدوله المستضيفه ان هي تختار المجموعه اللي هتلعب فيها. فمصر اختارت المجموعه دي، فاكيد الجهاز الفني عامل حسابه ان هو قدام باصص ان هيقابل مين بعد كده، طريقه يبقى اسهل قدام شويه. فيعني ان شاء الله ان شاء الله المنتخب يقدر يحقق حاجه يعني. طيب. في ظل برضو ان الاعداد صعب جدا للمنتخب، برضو دي حاجه لازم نقولها للناس، ان المنتخب طبعا واجه صعوبه جدا في فتره الاعداد، لانه مش قادر يسافر مثلا يعمل معسكر خارجي او يجيب اي دوله من بره يلعب معاها ماتشات وديه. صحيح. بس ان شاء الله يقدروا يحققوا حاجه يعني. طيب هل هيكون في حضور للجمهور ولو بنسبه محدوده، ولا هيبقى ممنوع تماما؟ تم تحديد نسبه 30%. اوكي. حتى الان يعني ان شاء الله نتمنى زيادتها، لكن هو دلوقتي الحضور هيبقى 30%، بحيث ان يبقى في تباعد جوه المدرجات. هيتم طرح التذاكر خلال ايام ان شاء الله قدام الجمهور. فيعني هي تعتبر نسبه كويسه جدا في ظل الوضع الراهن يعني، ونتمنى اكيد ان هي تزيد يعني مثلا توصل 50% او حاجه عشان الجمهور يقدر كله يتابع البطوله.
ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذه نانسي علي الصحفيه المتخصصه في رياضه كره اليد. هننتقل لخبر اخر مهم جدا جدا، والنهارده في احتفال معروف وهو الاحتفال باليوم العالمي للغه برايل، وهي اللغه اللي بيستخدمها الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه وضعاف البصر في القراءه. بيعتبر يعني او بتعتبر لغه برايل هي وسيله التواصل ليهم طبعا زي ما حضراتكم عارفين مع العالم. اللي ما يعرفش يعني ايه لغه برايل، هي عباره عن استخدام للرموز الابجديه والرقميه باستخدام 6 نقط بيتم التحسس عليها باللمس علشان تمثل كل حرف ورقم. وطبعا اتسمت لغه برايل، وده نسبه او اتسمت عفوا لغه برايل ده نسبه للويس برايل اللي اخترع او اكتشف هذه اللغه. واحنا كمان بنتكلم عن احتفال العالم، يعني احنا في مصر كمان عندنا مجله قوميه اسمها الأخبار برايل اللي مش عارف الموضوع ده، واللي تصدر بلغة برايل للمكفوفين. معانا على الهاتف دلوقتي الأستاذ أحمد المراغي رئيس تحرير هذه المجلة، وصباح الخير على حضرتك. أهلا بيك يا فندم. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. كل سنة وحضرتك طيب، وإحنا طيب. في بداية سنة جديدة وفي بداية زيادة وعي جديد، في بداية تنوير أكتر، فإحنا بنتكلم على اليوم العالمي للغة برايل، يعني ادينا معلومات أكتر عنه، بدأ إمتى هذا الاحتفال وإيه الرسالة اللي تحب توجهها للمصريين في هذا اليوم؟ والله يا فندم الاحتفال بيوم برايل زي ما حضرتك تفضلتي وأشرتي في المقدمة، هم اختاروا يوم لطريقه برايل، هو يوم ميلاد لويس برايل اللي اتولد سنه 1809، كان في 4 يناير زي النهارده بالظبط، وتوفي 1852. يعني احنا بنتكلم على شخص استطاع تغيير العالم واستطاعت طريقته ان تظل موجوده حتى يومنا الحالي في 43 سنه. المدهش في قصه لويس برايل انه من نفس المكان اللي اتولدت فيه ماساته، هو نفس المكان ونفس الأداة تقريبا اللي تسببت في هذه المأساة، هي نفس الأداة ونفس المكان اللي اتولدت فيهم الفكرة العبقرية اللي أضاءت العالم حتى يومنا الحالي. لويس برايل كان في ورشة والده بيلعب، كان والده حداد في كوبري في فرنسا، وهو بيلعب في المتقاب كما يطلق عليه، يعني حصلت مشكلة في عينه اليمين، مع الوقت اتنقلت الالتهابات اللي فيها للعين الشمال وفقد بصره كليا وهو في تقريبا في عمر 5 سنوات. في التوقيت ده ما كانش فيه حاجة اسمها طبعا طريق برايل، انما كان فيه طرق حفرية على الورق بشكل او باخر يتم معرفة القراءة بها. الحروف كانت برمزها الحالي بشكلها الطبيعي ولكنها محفورة. لم يستوعب لويس برايل ورفقائه في هذا التوقيت هذه الفكرة، وكانت صعبة جدا لدرجة البلدة كلها كان فيها 14 كتاب فقط في المعهد العالي للمكفوفين وقتها، إلى أن حصل حدث بينه وبين أحد ضباط الفرنسيين كان اسمه تشارل بيربيار، كان عنده زيارة للمعهد واستطاعت الظروف أنها تخلق معاد بين الاثنين لخدمة أبناء الإعاقة البصرية حتى يومنا الحالي. سبحان الله. وقتها هذا الضابط كان عنده شفرة عاملها ومستخدمها وكانت ناجحة جدا في الحرب وقتها بطريقة النقاط. عبقرية لويس برايل في استخدام هذه النقاط اللي كان بيتداولها الضباط ما بينهم وبين بعض، إنه يحولها زي ما حضرتك تفضلتي لست نقط فقط بدل ال 12 نقطة اللي كانوا بيتعملوا في الشفرة. وقتها عشان نتنقل لنقطة تانية، فرضت اللغة نفسها على الساحة، وعبقرية لويس برايل انه حول هذه الرموز الى رموز موسيقية والى رموز رياضية، وبالتالي كان نجاحها اكتر بكتير قوي من الطرق التانية. المدهش انه هذه الطريقة تم اعتمادها بعد وفاة لويس برايل فيما يقرب من 8 سنوات، يعني الراجل ناضل عليها وهو عايش، لكنها لم تثبت نجاحها وتفرض وجودها كلغة رسمية للتقاطب في قطاع متحدي الإعاقة البصرية إلا بعد وفاته بسنوات. يعني حتى الحلم فضل مستمر حتى بعد وفاته، يعني وتحقق بالفعل. بالضبط يا فندم. بالضبط. يعني خلينا بقى نتكلم عن مجلة قومية في مصر اسمها الأخبار برايل، يعني عمر المجلة كام سنة والفكرة بدأت ازاي؟
الفكره يا فندم كانت من فضل الله عليا تقريبا سنه 2007 او اخر 2007. كانت تجربه شخصيه جدا، اني تحمست بعد لقاء مع احد اخواتنا المكفوفين كان اسمه سامح، بلقاء صدفه عابره جدا بيني وبينه. اكتشفت بعدها انه بيشتغل في مطبعه، فالفضول خدني جدا اني اعرف هذا العالم. اكتشفت انه سامح بيراجع كتب بطريقه برايل. شغفي بالمهنه اللي انا بمتهنها بقالي سنوات اللي هي فكره الصحافه خلتني خدت قرار، هو ليه ما فيش اصدار صحفي بيصدر بطريقه برايل؟ الابحاث وقتها ودراسه السوق اكتشفت انه ما فيش اصدار صحفي بالمعنى اللي انا بدور عليه موجود، ولا في مصر ولا يعني في الشرق. يعني حضرتك كمان صاحب هذه الفكره. من فضل الله الحمد لله. يعني انا بحييك والله جدا جدا على ايجابيتك وعلى هذه الفكره وعلى خدمتك للانسانيه في هذا الشان. ربنا يخلي حضرتك يا فندم. وقتها خدت قرار انه كنا في رمضان، روحت البيت وكلمت مراتي وقلت لها احنا يعني كان قبل السحور بشويه كده، قلت لها بصي انا خدت قرار ان انا هعمل كذا. طب بس خش نام ربنا يهديك، يعني اللي هو يعني بس لما تشوف الدنيا هتبقى انت بتتكلم جد ولا ايه؟ العادي اللي بيحصل لاي حد عنده فكره عايز يحققها. طبيعي. بالضبط. الحمد لله الحمد لله ربنا قدرنا وقتها وخدنا القرار ونجحنا فعلا باصدار اول مجله من نوعها كان اسمها مجله انفراد. من وقت 2008 لغايه سنه 2017 كانت التجربه زي ما قلت لحضرتك تجربه شخصيه، معانا فلوس بتطلع، قدرنا نعمل ديل مع حد يدينا قرشين فنكمل. كان الهدف منها مش فقط اصدار صحيفه او 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 مصدر او بلاتفورم كده منصه للمعلومات، لان هناك وسائل اخرى غير مكلفه يمكن الحصول منها على المعلومات. لو انا اعتبرت ان الصحافه هي فقط الصحافه المكتوبه يبقى انا بضحك على نفسي وقتها. لكن انا كان هدفي اكبر من كده شويه، انا كان هدفي خلق حضانه نقدر نجذب فيها المواهب من ذوي الاعاقه البصريه اللي قضت عمرها في التعليم وتعبت زيها زينا بالظبط، وفي الاخر خالص ما تحققش اي حاجه من طموحها. كانت المهمه مش صعبه ابدا عشان بس ما اقولش ان انا يعني عملت اعجاز. الولاد واضحين وباينين وهايلين وفرضين نفسهم على المجتمع، يتبقى ليهم فقط فرصه الانطلاق. لقيتهم كلهم هم الاوائل في كلياتهم، يعني لما كنت ادور على حد مثلا في كليه الاعلام الاقي نهله سليمان اللي هي احد زميلاتي ودراعي اليمين في المجله الاولى على كليه الاعلام 2008 على كليه الاعلام، مش على كليه الاعلام قسم المكفوفين، مفيش حاجه اسمها كده، على كليه الاعلام كلها سنه 2008 في جامعه القاهره. يعني حقيقي النماذج اللي حضرتك بتحكي عنها هي اثبتت للعالم انه الاعاقه في الاراده فقط. صحيح، مش موجوده، مفيش حاجه اسمها اعاقه، حتى الجمله اللي في العالم كله بيحاول يفرض نفسه على فكره تحدي الاعاقه ولا متحدي الاعاقه ولا المصطلحات اللي بيدوروا عليها دي، انا شايف ان الموضوع هو حد شخصي جدا. والدليل يا فندم ان المجله اللي انا اللي احنا بنتكلم بصددها دلوقتي كلها من اولها لاخرها من ذوي تحدي الاعاقه البصريه، يعني المبصر الوحيد في المجله هو العبد لله، الباقي كله بنعمل الشغل اخراج وتنفيذ وصحافه وتحرير ومراجعه وطباعه، كل ده بيتم على ايدين هذه الكتيبه المدهشه. انا راجل تحيه كبيره لحضرتك يعني وللكتيبه العظيمه اللي تحت قيادتك وانك صاحب الفكره، كل سنه وكل يعني يعني المكفوفين في العالم كله بالف خير ودايما عندهم عزيمه ودايما بيثبتوا للعالم انه اذا كان في اعاقه فبتكون إعاقة الإرادة فقط وإعاقة الطموح وليس أبدا أي إعاقة يعني جسدية. هنروح دلوقتي مع بعض علشان نشوف في إيه النهاردة في مصر ونرجع مرة تانية.
بإذن الله النهاردة هتنطلق فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا وتحويل وإحلال المركبات علشان تعمل بالطاقة النظيفة، واللي بيقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية من 4 ل 6 يناير. المعرض بيتضمن 11 ورشة عمل للجمهور والمختصين لمناقشة مبادرة إحلال وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وخطوات إتمام التحويل، وكمان فوائد استخدام الغاز الطبيعي للسيارات والاستفادة من مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والمتجددة. كمان هيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم وعقود التمويل في مجالات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وتعزيز صادرات السيارات المصنعة محليا للأسواق الخارجية. عايزين نفهم ايه اللي بتقوم بيه الدوله بالظبط في هذا الملف، علشان كده احنا معانا دلوقتي على الهاتف دكتور مظهر صالح، استاذ الانشاءات والكباري بجامعه القاهره، وازاي عمليه تحويل المركبات للعمل بالطاقه النظيفه بتتم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا، كل سنه وحضرتك طيب. خلينا في البدايه نعرف مشاهدينا ازاي عمليه تحويل المركبات للعمل بالطاقه النظيفه بتتم. هو استخدام موارد الدوله الطبيعيه اللي موجوده في تمويل السيارات. يعني دلوقتي هو السيارات دي ده فكر جديد، اللي هي الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدام تسيير السيارات. فكل دولة بتحاول تشوف الموارد بتاعتها اللي موجودة الحالية وتستخدمها. فإحنا عندنا الغاز الطبيعي طبعا متوفر دلوقتي بعد اكتشاف آبار الغاز الجديدة، وبالتالي جه الفكر لاستخدام الموارد دي استبدالا لعملية استيراد البنزين. ودي فكر اقتصادي جيد يوفر على الدولة مبالغ كبيرة جدا ويرشد استهلاكها من البنزين. وبالتالي النهاردة بقى الحكومة والقيادة السياسية بتحاول تشوف بقى الاسلوب الجيد لتحويل هذه المركبات من استخدامها كبنزين لاستخدام الغاز الطبيعي المتوفر لدينا. وبهذه الطريقة يتم توفير الاقتصاد وزيادة استثمارات الدولة وتوفير المبالغ المالية اللي هي بتتسبب في أعمال الاستيراد للبنزين. هل الموضوع ده على السيارات، يعني بينطبق على السيارات الملاكي والنقل وجميع أنواع السيارات؟ جميع أنواع السيارات يمكن تغيير نظام التمويل بتاعها من بنزين لغاز. حتى السيارات اللي هي العاملة حاليا ممكن برضو يبقى فيها أنظمة تستخدم الغاز وتستخدم البنزين في نفس الوقت، بخلاف بقى ان السيارات التي تنتج حديثا توجيهها في انها تستخدم الغاز مباشره، وهذا يستدعي دعم لوجستي للعمليه التغيير دي. زي ما احنا شايفين دلوقتي زياده محطات البنزين للتمويل بالغاز، يعني في الاول كانت المحطات دي قليله جدا لان ما كانش في حد بيعمل الكلام ده، لكن دلوقتي الاتجاه لازم يبقى في دعم لوجستي للفكره على اساس ان الناس اللي هتحول عربياتها لغاز او هتشتري عربيه جديده يتم تمويلها بالغاز تلاقي محطات بنزين، زي كده ما الناس بتلاقي محطات غاز جد بالغاز زي ما هي بتلاقي دلوقتي محطات بنزين. فده يعني طبعا هي فكره جيده لاستخدام الموارد بتاعت الدوله. وحاليا القياده السياسيه والحكومه ماشيه في الاجراءات لدعم اللوجستي لهذه الفكره وتحقيقها. نعم، طب هل في تاريخ معين لموديل السيارات لعمليه الاحلال والتجديد؟ لا لا لا، ممكن اي سياره تتغير من نظام تمويل بالبنزين لتمويل بالغاز، ممكن اي سياره بمنتهى الامان، ما فيش اي تاثير على الموتور. لا لا، ما فيش اي حاجه، لا ما فيش اي حاجه. وفي سيارات كتيره عملت كده من فتره كبيره، بس طبعا زي ما بقول لحضرتك الدعم اللوجستي لمحطات التمويل بالغاز كانت قليله، فطبعا الناس ما كانتش واخده الاتجاه ده. لكن حاليا دلوقتي في انشاءات كتيره لمحطات غاز، وعملوا اكثر من 200 محطه غاز في السنتين الاخرانيين دول، وهم ماشيين في السكه دي. وبالتالي دعم الفكره دي جيد جدا لتحسين استخدام الغاز بدل البنزين. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مظهر صالح، استاذ الانشاءات والكباري بجامعه القاهره، وحاسبكم دلوقتي علشان نشوف خدمات صباح الورد ونرجع نبدا فقراتنا الحواريه. تابعونا.
اهلا بحضراتكم من جديد. هنفضل دايما يعني نحط الضوء او نسلط الضوء على دور وقوة تأثير القوى الناعمة. يعني احنا بنتكلم على الفن، الفن هو اساس ارتقاء الشعوب والمجتمعات واساس ارتفاع الوعي عند الناس بشكل عام. الاهتمام به امر مهم جدا علشان نقدر ان احنا نتقدم، زي بالظبط ما الاكل مهم علشان نقدر ان احنا نعيش، كمان الفن ما يقلش أهمية أبدا علشان غذاء الروح، وعشان الروح كمان تفضل عايشة وتفضل حية ومستمرة. دايما مصر في الحقيقة ولادة، وشعبها بطبعه بيحب الفن وكل ما هو جميل. احنا معانا النهاردة تجربة جميلة جدا اسمها مسرح الشارع، وهي خارجة من مدرسة اسمها مدرسة ناس للمسرح الاجتماعي. هدفها تقديم عروض مسرح للناس بدون أي مقابل مادي عشان يحسوا بالفن، علشان يقدروا يوصلوا بأبسط الطرق الفن للجميع. هنفهم أكتر من خلال ضيوفنا المهندس محمود حمزاوي، أهلا بيك، صباحك صباح الورد، والمخرجة حسناء شبايك، وهم أعضاء بمدرسة ناس، أهلا بيكي، صباحكم صباح الورد. يمكن في البداية الناس عايز تعرف إيه قصة مدرسة ناس وبدأت إمتى ومين صاحب الفكرة، عايزين نعرف الخلفيات والفكرة جت إزاي. نبدا بمين؟ حسناء. حسناء. يلا ليديز فيرست. هو المؤسسين مصطفى وافي وريهام رمزي. طبعا حاليا ريهام بتكمل دراسه في مدرسه الكوميديا في الدنمارك، وقربت ترجع تاني يعني. بس هو في الاساس كانت الفكره عند وافي، لاني وافي كان عنده فرقه شغالين في الشارع من قبل الثوره، وكان الفكره بتاعت الفرقه ان هما بينزلوا اماكن شعبيه مختلفه، بيسافروا الاقاليم وبيعملوا شوز بسيطه كده تبسط الناس. بعد كده بعد الثوره كان الموضوع اصعب شويه في الشغل في الشارع عشان التصريحات الامنيه والكلام ده. فوافي قرر ان هو ممكن نطلع اجيال بقى تكون عارفه اكتر فكره ازاي يشتغلوا في الشارع، ايه فكره بقى الفيزيكال تياترو نفسه، وازاي يتعاملوا مع جسمهم، ما يبقاش مجرد بس ان احنا بنشتغل كلاسيكي. وبدا هو وريهام ثرول جيزويت، يعني هم عرضوا الفكره على الجيزويت، وابونا ويليام كان مرحب جدا في الفكره. وبداوا يعملوا زي ريسيرش كده على الفيزيكال تياترو ده موجود في اماكن عامله ازاي، وبيعملوا ايه او ايه المناهج بتاعتهم. وراحوا فعلا جاك لكوك في باريس، وراحوا الكوميديا سكول في الدنمارك، وبداوا يتعرفوا على طبيعه الدراسه، وراحوا حاجات تانية في اسبانيا. ومن خلال الريسيرش بتاعهم كان اكتر منهج عجبهم هو المنهج بتاع جاك لكوك. وده يعني شويه ميك سنس، لان جاك لكوك اصلا كانت هي اول سكول تطلع للفيزيكال تياترو بشكل عام يعني. فاقتبسوا من المنهج بتاع جاك لوكوك وبداوا يشتغلوا على المدرسه. فيزيكال تياترو يعني معناها ايه؟ يعني لو هنشرحها للناس اكتر، هو فكره ان التمثيل يبقى معتمد على البادي كله، على الجسم كله، التعبير الجسدي. بالظبط. نقدر نقول كده يعني هي بتعتمد على ده. بالظبط. والمدرسه بدات تاسيسها امتى بشكل رسمي؟ هو اي ثينك ان هو كان في 2014، بس انا مش متاكده قوي من التاريخ بامانه. مدرسه ناس. اوكي. بس بداوا اول سنه، كان اول دفعه خدوا سنه واحده عشان دي كانت اول تجربه يعني. من بعد الدفعه الاولى بداوا يخلوا الدفعات سنتين. احنا الدفعه الرابعه عامه يعني. وفي ناس كتير من الدفعات اللي قبلينا سافروا، كان بيكملوا في الكوميديا سكول. مكان المدرسه فين؟ في جزويت، في رمسيس. او هي رمسيس صح؟ في رمسيس. واخدين قاعه في الجزويت وبنتدرب فيها وبنشتغل فيها. بس ثرو بقى الفتره اللي احنا ندرس فيها كلها بيكون في كوتشز كتير بيجولنا من. انت متخرجه من المدرسه صح؟ لا انا لسه في الدفعه الرابعه. لسه في الدفعه الرابعه. اصلك بتسالي فين المدرسه، انت مش عارفه مكان المدرسه؟ لا انا مش فاكره هو اسم المكان، رمسيس ولا الظاهر، بس اي ثينك ان هو الظاهر، فانا عايزه اتاكد. يعني انت لسه بتدرسي في المدرسه. اوكي اوكي. طيب عايزه ارجع كمان للمهندس محمود حمزاوي. مهندس يعني ايه القصه يعني الهندسه مع ال والله هو يعني انا هوايتي من زمان التمثيل. اوكي. فعشان كده انا يعني بشتغل فيها من زمان، من ايام الجامعه وكده. تمام. والمدرسه مش اول تجربه ليا يعني. بس هو انا لما يعني شفت الـ الاعلان بتاع الاوديشن ساعه المدرسه، يعني انا كانت عجباني قوي فكره ان احنا نعمل
المسرح المجتمعي ده، اللي هو احنا نقدر ننزل للناس ونقدر نقدم لهم عرض، والعرض ده يبقى انترستنج ليهم ان هم يقعدوا يتفرجوا عليه ساعة او ساعة ونص في الشارع، وما يبقاش العرض ده بفلوس، وفي نفس الوقت يبقى سهل جدا ان ممكن طفل يتفرج عليه وممكن راجل كبير يتفرج عليه، ممكن اي حد يتفرج، ست عاديه. بس ايه اللي شدك في فكره الفيزيكال ثياتر او يعني مسرح تعبير بالجسد؟ يعني ده مش النموذج الدارج او المعروف او المتعارف عليه في التمثيل العادي اللي احنا عارفينه. صحيح. ورغم كده انت ايه اللي شدك لحاجه زي كده؟ اعتقد اي حد مكانك هيبقى عايز يروح لحاجه تجاريه اكتر، تبقى فيها نجوميه اكتر او تظهر اكتر للناس. صحيح. لكن برضو انت رحت لزاوية منفردة شوية. صحيح. هو ميزة المسرح الجسدي هو ان هو احنا المسرح العادي بيبقى فيه حاجات كتيرة قوي مع الممثل بتساعده. تمام. لكن المسرح الجسدي مفيش، هو العارض هو الطول الوحيدة. اوكي. مفيش طولز تانية. حسيت ان ده فيه تحدي كبير. فيه تحدي كبير. وبعدين عشان تبقي شاطرة انك تبقي عارضة في الشارع بيك انت بس، ده يعني بيفتح لك مدارك ان انت تقدري تعملي اي حاجة تقريبا. لان انت حتى في الدراسة نفسها بتضطري تدرسي، بصي حضرتك انت التول الوحيدة. تمام. فانت محتاجة انك انت تشتغلي على نفسك بشكل ضخم جدا، فبتدرسي حاجات حركة، زي بتدرسي مثلا موفمنت، والموفمنت ده جواه في رقص وفي 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 ستوري بادي ستورينج. يعني وانت بتتكلم معايا دلوقتي احنا شايفين برضو على الشاشه يعني تقريبا نموذج من العرض، مش كان الماسك ده اللي هو الماسك المحايد. فكره الماسك المحايد دي احسن فكره نشرح بيها فكره الجسد، لان يعني هو انت بتبقي لابسه ماسك، فانت بتغطي وشك تماما، فتعبيرات وشك ما بتبقاش موجوده. فبالتالي هو طريقه التعبير الوحيده هو جسمك كله. ده عكس بقى التمثيل العادي خالص. يعني التمثيل العادي بيبقى تعبيرات وشك هي الاساس، وعينيكي اللي بتتكلم، انت قفلتي كل ده خلاص، انت بتستخدم جسمك كله في انك تعبر عن كل حاجه. وده تحدي قوي جدا. طبعا. بس ده لاقى استحسان الناس فهمت الفن ده، لان هو مستحدث في المجتمع المصري. يعني خلينا نقول مش فاميليير بالنسبه لنا، صح؟ ما هو بص، دايما حضرتك الحاجه اللي مش فاميليير دايما بتبقى انترستنج. بس بتبقى انترستنج في الاول. تخيلي كده لو انت ماشيه في الشارع وبعدين لقيتي مجموعه ناس كده دخلت عليكي في الشارع لابسه ماسكات وبتقول للناس تعالوا اتفرجوا. فهتروحي. اوكي. الشطاره بقى ان هم يقعدوا يتفرجوا. اوكي. يفضلوا شايفين العرض. فدايما الحاجات اللي يعني احنا لما نزلنا الشارع مثلا، لما رحنا عملنا عرض في ضرب، بقالك بقى كام سنه في الموضوع بتاع مسرح الشارع؟ احنا يعني انا بقى في التمثيل انا من زمان في مسرح الشارع. احنا دلوقتي خلصنا سنه ونص، فاضل لنا سنه ونتخرج. عملتوا كام عرض تقريبا لحد دلوقتي؟ كتير. اللي في الشارع يعني؟ عرض الشارع خمسه مثلا. اللي في الشارع اي ثينك اربعه. يعني أربعة، بس كنا بنعرض أكتر من يوم في أماكن مختلفة في كل واحد فيهم يعني. طب احكي لي الأماكن اللي بتعرضوا فيها كانت إيه؟ بس عشان يعني العرض الشو عرض، لكن بيتعرض مثلا 3 أو 4 أيام، فهو عدد العروض كتيرة، لكن عدد الشوز أربعة. أنا ما فهمتش حاجة بصراحة. يعني الماتيريال أربعة، يعني أربع مسرحيات. يعني انت كل يوم بتعمل حاجه، بتعمل تيمة؟ لا يعني هم اربع مسرحيات. بس كل مسرحيه اتعرضت في كذا يوم. اوكي. المسرحيه بتتعرض على كذا يوم بالظبط. عدد العروض مختلفة. عدد العروض كتيره لكن المسرحيات اربعه. طب المناطق بقى، يعني ايه المناطق اللي رحتوها عملتوا فيها المسرح؟ دير سمعان خراز. في حي الزبالين رحنا هناك مرتين. اوكي. في درب 17 18 بنعرض في الشارع جنبه. اوكي. وده تقريبا دي كانت بالنسبه لي افضل تجربه يعني. رحنا عزبة النخل تبع مؤسسه تنمويه هناك كده، عرضنا للاطفال. مؤسسة بناتي أكتوبر. بنروح بالظبط هناك بنعرض للأطفال برضو في أكتوبر. في أماكن تانية؟ تهيألي بس كده. درب سبعة. لا، ورحنا مدرسة كمان كده في الظاهر. رحنا مدرسة في الظاهر برضو. رحنا مدرسة في الظاهر برضو. انت قلتي أحلى عرض ليكي كان درب 17. ليه بقى؟ ليه ده الأقرب ليكي يعني في العروض؟ هي التجربة بتاعته بتبقى هي شوية عنيفة بالنسبة لنا في العرض نفسه، بس هي بتبقى سو اكسايتد جدا. يعني هو احنا بنعرض في الشارع، في شارع ضيق جدا،
فبتبقى المساحه بتاعتنا قليله قوي حقيقي يعني. الفيديو اللي معانا ده يبقى فين؟ ده اللي في المدرسه اللي في الدار. ده اللي في المدرسه اه. اوكي. بس كان بيبقى الناس ورانا وجنبنا وقدامنا المساحات قريبه قوي جدا. وبعدين الناس بتبقى بتتفرج علينا من البلكونات ففي ناس فوقينا. ده عجبك اكتر مش وترك اكتر؟ يعني هو كان بيبقى عنيف بس فكره ان احنا محتاجين نبقى فوكس قوي. بس هو كان بيبقى سو اكسايتد حقيقي. انت بتحسي ان التجربه هو ده تجربه شارع فعلا. ده شكله فيه بقى فيه براح هنا. ده في مدرسه برضو. ده مدرسه في شبرا. في شبرا. بتقومي بالعروض دي كاخراج ولا دخلتي ولا انت اصلا تخصصك اخراج وداخله المسرح كاداء تمثيلي؟ هو انا اخراج سينما. بس في المدرسه هنا لا انا داخله عادي التجربه كممثله. طب انا عايزه اسال بقى السؤال اللي هو هيجي في ذهن اي حد بيتفرج. محدش ضايقكم غلس عليكم؟ اصل انتوا برضو اخترتوا مناطق يعني كمان شعبيه جدا. وعلى فكره انا بحييكم ان انتوا بتوصلوا الفن ده للمناطق البسيطه او الناس البسيطه. لكن يعني برضو ممكن عشان الناس مستغربه ومش فاهمه ده تصورت انه ممكن يكون اتعرضتوا لمضايقات مثلا او تريقه او حصل معاكم مواقف شبيهه بده؟ اكيد طبعا طبعا. واتعاملتوا معاها ازاي؟ اصل دي حاجه ممكن تخلي يعني تحبط العزائم بقى، يعني تحسي ان انت خلاص مش قادره تكملي او لا انا مش هلعب اللعبه دي خلاص، انا مش هلعب معاكم. يعني استقبلتوا وتعاملتوا مع القصه دي ازاي؟ وهل كنتوا متوقعينها؟ يعني هل انتوا كنتوا متحضرين نفسيا لده من قبل؟ يعني المدربين بتوعنا كانوا بيكونوا مدينا كل الباد سيناريوز اللي ممكن تحصل معانا يعني بيكلمونا يعني فيها. هو خدوا بالكم بقى. انتوا ورغم كده انتوا حابين الفن ده ومكملين. هو فعلا الموضوع ممتع. يعني هو فعلا يعني على قد ما كان بيبقى في حاجات كده التجارب بتاعتها غريبه بالنسبه لنا وبنواجهها في اللحظه بتاعتها في المومنت نفسها. الا انها كانت بتخلينا نحس ان احنا بنكتشف حاجه جديده. فالموضوع بيبقى فعلا ممتع جدا. طب انت كست في مجتمع يعني الى حد كبير ذكوري، معلش محمود، يعني بتستقبلي المضايقات ازاي؟ يعني ايه المضايقات اللي تعرضت لها وكنتي رد فعلك ايه تجاهها؟ اصل هي المضايقات مش جديده. يعني هي نفس المضايقات اللي هتبقى بتتعرضي لها وانت ماشيه في الشارع عادي جدا من غير ما تعملي اي حاجه. هيضايقوكي بنفس المضايقات وانت بتمثلي؟ حقيقي كانت نفس المضايقات جدا. يعني يعني مثلا الكومنتس كانت ممكن تحصل علينا مثلا لو انا شعري بوي كات مثلا. فهتلاقي نفس الكومنت اللي بتقال لي وانا ماشيه في الشارع عادي جدا، يا واد يا بت. اوكي تمام، ما انا متعوده على الكومنت ده عادي جدا. معقوله يعني يا واد يا بت بالنسبه لك ما بقاش مش خلاص؟ خلاص تعودتي نفسك من جزء من الكالتشر فتمام. يعني هن اكسبتد، يعني مش هنقعد بقى نغير، هياخد وقت فتمام. فهي هتبقى نفس الكومنتس حقيقي، ما فيش اي حاجه مختلفه. بالعكس بقى يعني الموضوع بيختلف لما بيقفوا للحظه. يعني هو طول الوقت الهجوم بيكون قبل ما نبدا. جاست ما خلاص بدانا بيبقى الموضوع مختلف تماما. بالعكس يعني احنا بعد ما نخلص بنلاقي الناس بتتعامل معانا كويس جدا وعايزين يتصوروا معانا، بيبقوا مبسوطين. ونفس الشخص اللي قال كومنت سخيف واحنا ماشيين قبل ما نبدا هو نفس الشخص اللي بيقول كومنت ظريف جدا بعد ما نخلص. فالموضوع لا بيختلف جدا بعد ما يتبسطوا. لما بيحسوا بشكل ما بيحسوا ان في حاجه مختلفه حصلت. فبيكون في جو ظريف بالنسبه لهم. يعني ومقرره تستمري في هذا النوع من الفن عادي يعني مستمتعه بيه ولا لحد ما اتخرج بقى وكفايه كده هي كانت تجربه وهتفيدني اخراجيا يمكن؟ بس مش هضحك عليكي، انا اول ما دخلت داخله عشان كده اساسا، عشان فكره اخراجيا. بس لا يعني الموضوع بقى ممتع جدا بالنسبه لي واي ثينك انا ممكن اكمل. طيب محمود انت يعني تعتبر سابقها، يعني انت اتخرجت خلاص من لا احنا انتوا نفس الدفعه. طب ايه المضايقات بقى اللي انت تعرضت لها؟ يعني طوبه كده خبطه كده يا حرام. ما هم اكيد هيبقوا مع الولد اعنف كمان. مثلا واحنا جوه العرض طفل يعدي في النص كده فنضطر ان احنا يعني نزقه بسرعه. يعني واحده ست بتعدي ماشيه بس ماسكه الفطار ومعديه فتقوم معديه من وسطنا كده. طب ما ليه ما تاخدوهم على العرض؟ يعني كانهم يعني جزء من العرض. احنا كان عندنا زميل مره علشان كان في ولد طول زميلنا سيد يعني كان في ولد طول العرض عمال ماشي وسطينا، عيل صغير كده عمال ماشي وسطينا. فجي في مشهد كده بيعمله فقام شايل الولد واستخدمه معانا في العرض علشان والولد اتبسط. الولد انبسط ومامته انبسطت قوي والناس قعدت تضحك. ابنها بقى ممثل فجاه في لحظه. يعني هو هي ميزه يعني من اهم الحاجات عندنا ان احنا بنتعلمها هي الارتجال.
لان انت بتبقي انت معرضه لاي حاجه ممكن تحصل. بس ده ارتجال، ارتجال يعني ارتجال تلقائي، لانه المسرح بالزبط. الارتجالي بيبقى لا بيبقى فيه بروفات اتعملت له، ولكن بيبقى فيه نص في الاخر متفق عليه برضو، ولكن بالزبط. بعد ارتجال. لكن لا احنا لكن الموضوع انتوا كده وليد أصلاً اللحظه في ماده عندنا كامله ارتجال. اوكي احنا يعني بنقعد اللي هو في اللحظه، في اللحظه بالظبط، وده بيبقى محتاج هارموني جامده جدا. ده صعب قوي من الجروب نفسه. صحيح. عشان كده احنا بنقعد سنتين ونص ندرس مع بعض. أوكي. لان احنا محتاجين نبقى فاهمين بعض وبالعين كده، ممكن افهم زميلي هيعمل ايه علشان، ولازم تبقوا حابين بعض بيتهيألي. يعني بيتهيألي لو نفسيا انتوا في حد عنده نفسيه تجاه التاني مش مظبوطه، بيتهيألي مش عارفوا يتاقلموا في العرض، ولا بيقدروا يفصلوا. هي المهاره في ان احنا نتعلم نفصل، مش نتعلم نحب بعض. هو ده الصح يعني، المهارة to be professional. صحيح بالزبط. احنا مش جايين نتصاحب، يعني احنا جايين نشتغل. ممكن مجموعه تتصاحب وممكن مجموعه ما تتصاحبش. دي بقى ارزاق بقى. بس المهاره الحقيقيه ان احنا نتعلم ان احنا دايما نشتغل مع بعض بغض النظر على احنا جوانا ايه. فهي دي الشطاره الحقيقيه. وبرده دي مواد المدرسه بتساعد على كده. ليه بقى؟ لان احنا المسرح، نوع المسرح بتاعنا ما عندناش فيه سكريبت واضح، يعني ما بيبقاش عندنا منتج وعندنا مخرج وعندنا، لا هو المدرسه قايمه على ان الطلبه نفسها هي اللي تعمل العرض بتاعها. فمثلا هدي حضرتك مثال، مثلا العرض، احنا مثلا طلب منا مره ان احنا نعمل عرض عن محطه مصر. كويس. احنا في محطه مصر ما عندنا، ما ادوناش سكريبت، هم قالوا لنا احنا تيمه المدرسه قبول الاخر والتنوع، وعايزين نبين الفكره دي في محطه مصر. فعشان احنا نعمل ده عملنا ايه؟ المجاميع، قسمونا مجاميع، احنا ما بنختارهاش، هم اللي بيختاروا المجاميع عشان نتعلم موضوع ان احنا نشتغل مع بعض. والمجاميع تتغير، اللي هو زي ما بيقول لك ايه، انا اقدر اشتغل اندر ستريس، زي ما بالزبط. بتقدم سي في وتكتب فيها الجمله دي، فانت مش عارف مجموعتك ايه. فيعني يكن بقى، فبتقوم واخد المجموعه ده وتحضره احنا هنعمل العرض ده ازاي. فبيبقى في بحث، في بحث المجموعه بتعمله. واضح ان انت مستمتع بالعمليه دي، صح؟ جدا. يعني التشالنج ده مش بيخليك ان انت تصرف نظر، اصل مش كل الناس هتحب كده على فكره. يعني في ناس ما تحبش المفاجآت وتحب النظام، يعني لا لو سمحت في هيكل معين يبقى متوفر فيه كل العناصر مزبوط. واعرف اشتغل، انما مزبوط. من غير سيستم كده وتحطني في وش المدفع فجاه ولازم اتصرف، مش كل الناس بتبقى مقبله على التشالنج ده. ما هو ده جماله بقى، ده كمان ممتع بالنسبه ما لك اكتر. هو حضرتك بتبقي عندك قدره انك انت تتصرفي، ويبقى عندك تولز انك تستخدمي جسم. احنا عروضنا كلها بتبقى لبسنا لبس محايد ومعناش اي حاجه. يعني احنا مثلا ازاي واحنا ما فيش اي ديكور اقنع الناس ان انا في محطه مصر؟ طيب ده بقى بيخليكم لازم تعرضوا بتهيألي في ضوء النهار، لان انتوا معكوش اضاءات، صح؟ ده لازم، يعني ده يعني دي من الشروط اللي هو مسرح لازم الناس بالنهار. مش كده؟ لازم بالنهار. ما بعد المضايقات وتكرار العروض، هل الناس بقى بدات فعلا تتقبل، ولا برضو فضل في مقاومه انه الناس مش قابله هذا النوع من الفن؟ احنا متهيألي يعني برضو حسناء برضو تقول رايها، يعني بتحسيها ازاي؟ احنا ما تواجهين، ما جالناش اي مضايقه غالبا. هي بصي، الاماكن اللي احنا نزلنا فيها اكتر من مره زي مثلا درب 17، لحد ما الناس بتبقى مستنيانا اصلا. حلو. هم خلاص عرفونا، عرفوا المدرسه نفسها، يعني لان الدفعه اللي قبلينا كانت بتنزل احيانا هناك والكلام ده. فهم بالعكس بيبقوا منتظرين ان احنا نروح لهم نعمل حاجه. وبيكونوا متحمسين جدا، وبشكل ما بيساعدونا كمان يعني واحنا بنجهز المكان. الاماكن اللي احنا بنبقى بنروحها لاول مره اكيد بيكون لسه الناس اول مره تتعامل معانا، فلسه ما فيش، يعني هم مش فاهمين ايه اللي بيحصل. اي ثينك ان احنا رحناها تاني فهيكون نفس الفكره بتاعت اتيتيود درب 17 يعني. وما اعتقدش ان احنا فارق قوي معانا بامانه المضايقات، يعني هو في النهايه هو شارع، فاحنا بنبقى متخيلين ايه اللي ممكن يحصل. ايه بقى الاماكن اللي هتزوروها الفتره اللي جايه؟ المفروض ان احنا هنعمل مشروع التخرج بتاعنا، بس مستنيين الكورونا تهدى شويه يعني. بس دوت هيكون جوله في الاقاليم، يعني محتمل نروح المنيا، محتمل نروح اسيوط، محتمل نروح اماكن تانية في الصعيد. حلو ده. محتمل نروح اسكندريه برضو، ده غير ان احنا هيبقى برضو في اماكن في القاهره. فهي تبقى لونج تريب كده يعني، بس مستنيين الدنيا تهدى شويه.
هايل. بنتمنى لكم التوفيق ونورتونا، وبشكركم شكرا جزيلا المهندس محمود حمزاوي والمخرجه حسناء شبايك اعضاء بمدرسه نس. وان شاء الله تتخرجوا خلاص قريبا صح؟ فاضل لكم فاضل لنا سنه، فاضل سنه بالتوفيق ان شاء الله، واكيد هيكون في لقاء اخر عشان نتابع معاكم بقى كل العروض القادمه ان شاء الله. صباحكم صباح الورد، كل سنه وانتم طيبين. صباح الورد. مشاهدينا هسيبكم دلوقتي مع فاصل ونرجع بفقرتنا الحواريه الثانيه، تابعونا. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني خلينا دايما الفلسفه بتاعتنا في صباح الورد ان احنا بنقول بنركز على الايجابيات، بنحاول نركز دايما على نقطه الضوء حتى لو كانت الدنيا مظلمه شويتين يعني. فعلى الرغم من ان 2020 كان فيها احداث كتير جدا مؤلمه، الا ان ختامها يعني كان انجاز جديد وكبير جدا لصندوق تحيا مصر، وهو دخول موسوعه جانس لاكبر قافله انسانيه في العالم، وكانت حوالي 480 عربيه، كل واحده كان فيها حموله اطنان من الخير اللي بيتقدم للمحتاجين. الحقيقه ان الصندوق وكل القائمين عليه قاموا بمجهود طبعا كبير جدا عشان يقدروا يحققوا الانجاز الضخم ده. لكن اللي معانا هو قائد بقى هذه القافله، وهو انا بعتبره يعني احد صناع السعاده في ختام 2020، وهو الاعلامي تامر بشير. وصباح الورد عليك يا تامر. صباح الورد. يعني احنا بنتكلم طبعا على حد محترف وحد يعني سائق راليات قديم، و يعني عايزه ابارك لك كمان، انت خسيت. أيوة يعني اي كان سي ذس. يعني بجد برافو برافو برافو. وخليني طبعا اقول لك الف الف مبروك على قيادتك ل 480 شاحنه، ودخلت طبعا بيها موسوعه جانس. ايه انت عملت كده ازاي؟ بصي خليني اقول لك الاول، يعني دي كرم ربنا. يمكن 2020 كانت سنه صعبه قوي بالنسبه لنا، وما كانتش احسن حاجه للناس كتير، وانا واحد من الناس ما كانتش بالنسبه لي احسن حاجه بصراحه. فكانت نهايه 2020 اختلفت شويه. جه الموضوع، انت عارفه ان دايما صندوق تحيا مصر عنده افكار مختلفه، وبيدور دايما ان كل حاجه تطلع بالشكل المظبوط قوي. يمكن كان ليا الحظ ان انا اشارك معاهم في حاجات كتير، واشوف الاحتفالات اللي بيعملوها، وبنبسط قوي بطريقه تنظيمهم للاحداث اللي بتتم. ايه الاحتفالات اللي حضرتها مع صندوق تحيا مصر؟ حاجات كتير كلها الخير. انا بحب دايما الحاجات الخير دي، والواحد ما بيحبش انه يتاخر عنها، انه يكون موجود ويشوف قد ايه عندنا ناس في مصر بتبذل مجهود عشان تعمل خير. برافو عليك. وناس بتسعى انها تعمل ده، فلو تقدر تساعد باي حاجه حتى لو وجودك بس. صحيح. وتقول للناس، وتقول للناس تعرفهم بصوا عندنا خير حلو زي دايما. من الحاجات الحلوه انك تنشر الايجابيات اللي عندنا. صحيح. وعندنا حاجات حلوه زي ما في ده في ده، ده طبيعي في كل حته. صحيح. بس احنا دايما بندور على الحته اللي ما بتبقاش حلوه ونحط عليها خطوط كتير. لكن انا مش فاهمه ليه يعني. ما اعرفش. يعني زي الحاله اللي بتبقى موجوده عندنا على السوشيال ميديا بقى لها فتره دي، تعالوا نطلع الحاجات الحلوه. صحيح صحيح. فجت الصدفه ان عرفت ان صندوق تحيا مصر هيخش موسوعه جينيس ريكورد بثلاث ارقام، رقمين في اليومين الاولين، والرقم الثالث كان شيء بالنسبه لي خطير. فانا بتابع، فقالوا لي بص تامر هنعمل كذا 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 كذا. هل الـ يعني الاتفاق تم ازاي؟ هل صندوق تحيا مصر اللي كلمك، ولا انت اللي بادرت بانك تروح؟ بصراحه هم اللي كلموني، وكان بشكرهم جدا جدا على الثقه دي، لان دي ثقه كبيره جدا. خليني اقول لك ان اول ما قعدت انا كنت فاكر ان الموضوع بس ان يمكن كان ليا حظ قبل كده مع جينيس ريكورد، فانا عارف الريجوليشنز بتاعتهم. او كان ايه قبل كده؟ كان عندنا طلعنا اعلى قمه في مصر في جبل اسمه تي، وكان برضو كان الهدف منه ان احنا نرفع علم مصر، اكبر علم مصر يترفع على قمه بعربيه. كانت يعني دخولنا كان مع صديقي هشام نسيم، وعملنا حاجه كانت شكلها حلو قوي. جبل تي ده فين مكانه؟ في سينا. وكان امتى الحدث ده؟ 14 تقريبا، 2014 15. اوكي، مش متذكر الرقم بالظبط. انا في الارقام يعني. انت دي كانت التجربه الاولى ليك مع موسوعه جانس؟ دي كانت التجربه الاولى. والتجربه الثانيه دي كانت بالنسبه لي بقى كانت مش عارف اقولها لك ازاي، وانتي قاعده بتسمعي الكلام، فخدت الكلام اللي هو جميل قوي كل حاجه، يلا انا معاكم جدا، وتحمست قوي. وبعدين رجعت بعدها بدقيقه، كان ده يوم الثلاثاء، اللي هو ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ اللي هو ايه ده؟ 480 عربيه. الاول كانوا 470. الاول كنا 400. كمان احنا كنا 470 عربيه، ده على الارقام اللي كانت موجوده. الحماس اللي كان موجود من كل القائمين على صندوق تحيا مصر هو اللي خلاني مش حاسس ان الموضوع فيه صعوبه. وبعدين شايفه ناس شغاله
على مدار شهور وفي احداث كتيره بتتم، وده اخر حدث بقى يختم بيه كل الفعاليات بتاعه القافله الخير دي، ويختم بيه بدخول موسوعة جينيس ريكورد. او اول ما اتقالك رقم انت قلت في الاول كان 470، بعد كده بقى 480 بالزبط. بس اما يتقالك كده في وشك على فكره احنا هنعمل قافله فيها 470 شاحنه بتحمل معونات غذائيه مثلا او مساعدات، وهي بتقول لك يعني انت صدقت اصلا؟ ممكن حد في الاول الرقم كبير يعني، خليني اقول لك ان انا خدت الرقم في الاول كده عادي يعني، لكن بعد ما قعدت مع نفسي بعدها بنص ساعه ورقه وقلم ايه ده ازاي يعني يعني إيه انتوا كسرتوا يعني انت بتخيل ان احنا قلنا لو وقفنا 20 عربيه نقل ورا بعض بالبلدي كده بيوقفوا الدنيا بالظبط. فتخيل بقى 480 عربيه هيمشي خط واحد. خدي الاصعب ان العربيات دي محمله، سويت العربيات النقل بالحمولات مختلفه في الفرامل وفي الطلوع، كل عربيه شايله كذا طن، اصعب أطنان. بكتير فمحتاج انه ياخد وقت شويه عشان يعرف يتحرك المسافات الامنه بينهم وبين بعض. ودي كانت كرم ربنا، مش هقدر اقول غير كده، عشان دي قافله خير ربنا واقف معانا وكرمنا ان احنا نقدر نعمل. انتوا هنا وانتوا بتحملوا دي تعتبر شاحنه واحده؟ ده المنظر بقى، ده المنظر، الشاحنات وهي موجوده يا خبر في الباركينج اللي كان مجهز ان العربيات تتملي فيه. ده فين مكانه ده؟ ده في العاصمه الاداريه. ما انا قلت برضو اكيد. وخليني اقول شبكه الطرق الجديده بتاعتنا ودي كانت بالنسبه لي تحدي تاني، ان احنا بننقل للعالم صوره انك تمشي 480 عربيه نقل في خط مستقيم مسافه اكتر، ما يعني هقول احنا رص العربيات دي تقريبا كان 10 كيلو عشان عربيات توقف بس صف واحد. تخيلي انت 10 كيلو هتمشي بعدهم 10 او 12 كيلو كمان بنفس الطريقه بنفس الشكل عشان نخش الموسوعه، بعد كده تبدا. كان تقريبا وزن كل شاحنه قد ايه مش عارف تقريبا كان قد ايه، لان كان في اشكال كتيره مختلفه من العربيات ففي احمال مختلفه. فمش عايز اقول لك رقم واحد، تتراوح ما بين كسرين الاطنان يعني على حسب حموله العربيه وكان فيها خير قد ايه. هي مواد غذائيه حاجات كتير خير، خلينا نقول خير. انا أوكي. انا ما دخلتش بقى في الحته دي معاهم اكتر لان انا كنت شايف مجهود بيتم على الايام اللي قبل الحدث ده، وهو الهدف منه ان الخير ده جه من كل مصر ورايح لكل مصر. والعربيات اتملت وبدات الاحداث تتم وبدات الايام تجري. وخليني اقول لك بقى الكواليس اللي ورا ده الاصعب، ان في الفتره دي كان في افتتاح بقى المكان اللي بيتم فيه العربيات انها تتحط والمواد تيجي والشحنات تيجي، وفكره ان يبقى في 480 عربيه نقل موجوده راكنه في باركينج ده يخوف. انا شكلهم كان يخوف لما وصلت اليوم بالليل اللي شفت العربيات، انا اتخضيت. صحيح اتخضيت. طبعا بس ال 480 شاحنه دي طبعا كل شاحنه فيها سائق طبعا اكيد. ايوه فيها سائق وبتتفقوا على سرعه معينه. ده بقى الحدوته الاصعب. طبعا احنا جينا بقى الكلام ده كان يوم الثلاث. يوم الاربع بدانا ونتكلم نشوف هنعمل ايه والطرق. فجينا نعمل معاينه للطريق بالليل، رحنا تقريبا كانت الساعه 12 او الساعه 1:30. عم خلصت حاجات كتير في اليوم، كان عمال ادرس واكتب واحسب. وصلنا بدانا ننزل بالليل على الطريق ونحسب المسافه. وخدنا القرار ان احنا يوم الخميس هنعمل اجتماع مع السائقين ونبدا نقول لهم البلان اللي انا همشي عليها هتبقى عامله ازاي. هل كلهم برضو ابطال رالي كده زيك؟ خالص، ده سائقين نقل حقيقيين، دول ابطال حقيقيين على فكره. ما هو طبعا اكيد سائقين، هم كلهم ابطال طبعا أكيد. وانا بشكرهم لان الناس دي خليني اقول لك المنظر اللي حضرتك شايفاه دلوقتي ده، دول من غير السائقين المحترفين الحلوين بتوعنا، خلينا نتكلم بقى باللغه اللطيفه كده، سائقين النقل بتوعنا الاسطوات اللي بجد، ما كناش هنعرف نعمل ده. اولا محترفين فاهمين المسؤوليه بتاعه الموضوع اللي احنا بنعمله ايه. تاني حاجة أو تالت حاجة كان عندهم حماس كبير جدا، لأن أنا قلت لهم بصوا يا جماعة هو ربنا هيكرمنا إن شاء الله إن أنتوا بتعملوا خير. اتنين، أنت كسواق عربية نقل زي دي لما تخش موسوعة جينيس إنك عملت حاجة زي كده، أنا شايف أنا واحد أهو بسوق زيكم، أنا شايف إن دي حاجة هتتحط في تاريخك حلو قوي. كانوا متعاونين معاك لأي جداً. درجة؟ جدا لاعلى درجه مما حضراتكم تتخيلوها. يعني ما حدش فيهم مثلا حس انه ده راجل بتاع رالي يعني خالص. هو اللي يقود لي واحنا. طب خليني اقول لك حاجه تانية. انا طبعا ده يمكن دي كواليس بقى. انا عايز الفيديوهات دي، انا جبت الفيديوهات دي. شفت بقى احنا بنجيب كل حاجه. اللحظه دي كانت لحظه صعبه قوي. خليني اقول لك ان احنا اتحركنا اليوم ده الساعه حوالي 3 الفجر. ايوه. بشكر بقى فريقي اللي بفريق الرالي، فريق الفا بيساعدني وفريقنا اللي بنسابق. جيت قلت لهم بصوا يا جماعه انا هعمل كذا كذا كذا
وعشان احرك 480 عربيه محتاج على الاقل معايا مثلا تتوقعي يبقى كام؟ 50 شخص عشان يحرك 480 عربيه مثلا. احنا كنا 9 او 10 تقريبا. يعني ايه يعني ايه 9 بتحركوا 480؟ يعني بدات اعمل نقط ثابته من السائقين اللي هم او فريق الرالي اللي انا بسابق فيه وقلت لهم ان هنقف في نقط معينه تبقى نقط مراقبه بين قسمنا المجموعات العربيات دي المجاميع وكل واحد بقى مسؤول عن حوالي 50 عربيه وانا بتابع معاهم طول الطريق كل ما 50 عربيه كل ما مجموعه تتحرك تبدا المجموعه الثانيه تتحرك لان كان فارق معانا جدا المسافات بين العربيات وبعضها. هو المفروض نقطه الانطلاق من الباركينج اللي هو في العاصمه الاداريه لفين؟ طلعنا خدنا اخترنا طريق كان فارق معانا جدا حضرتك تشوفي المنظر ان العربيات دي تقف خط واحد طويل وهو كان الهدف ان القافله تسير بخط واحد مستقيم مسافات بينهم مظبوطه المسافات الامنه بسرعه واحده لمسافه نكسر فيها ال 10 كيلو. قدر حاطين شروط كمان شروط وجم وقفوا يعني كنتش متخيل انهم هيجوا في الظروف دي. الممثلين عن جينيس ريكورد في مصر جه ووقف كان واقف الجزء اللي حضرتك شايفاه ده ويمكن هتلاقيني انا اللي بجري ده احنا بنتكلم كمان في انا عايز الفيديوهات دي منها بقى هجيبها طبعا ده احنا بنتكلم في ظروف جو قاسيه كمان. ده اليوم كان ماشي زي الفل طول من الساعه 6 الصبح الشمس طلعت بدانا نتحرك بدانا نقف عملنا البلان ظبطنا كل شيء السواقين عرفت السرعات اللي هنمشي عليها المسافات ضيقه بينهم بعض لانك انت لو وسعتي المسافات الجزء اللي كان مفروض نقطعه في 10 كيلو دي لحظة التكريم دي لحظة ثلاث شهادات بقى ثلاث شهادات اثنين في حاجة تانية بس اكبر شحنة مش متذكر الاسماء ايه بتاعتهم بالظبط والثالثة اكبر قافلة هي كان حدث تاريخي يعني الثلاثة دول خاصين بالمسيرة دي مسيرة ال 480 بالظبط بصندوق تحيا مصر بالخير. وهنا انا عايز اشكر الامارات واشكر دبي واخواتنا وحبايبنا واصدقائنا لان اللي احنا شفناه ده كانت لحظه حلوه قوي. ده كان في الامارات على برج خليفه تم وضع الشهادات وبيباركوا لمصر والصندوق تحيا مصر على دخولنا موسوعه جينيس ريكورد. الله تحيه بقى كبيره قوي 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 للامارات طبعا. شعبها وقياده يعني فعلا الامارات السعاده طبعا حقيقي ولفته جميله وهو ده طبعا احنا كده العرب كلنا مع بعض اخوات ودايما الله. وده مش غريب على شعب الامارات طبعا ده حقيقي. الساعه جت 6 الصبح بدات الشمس تطلع الجو كان كويس جدا الاحداث لطيفه ماشيه بشكل كويس بدانا نعمل البوابات اللي مفروض هتبدا من عندها قافله تدخل وتخرج من بعدها الجزء ده هتبدا الحكام ولجنه التحكيم وموسوعه جينيس يقفوا يشوفوا المعايير والشروط اتطبقت ولا لا 480 عربيه هتعدي بالمنظر ده واو ربنا كرمنا بعربيات زياده شويه فكنا احنا 470 وحطينا 10 تاني احتياطي ان ممكن عربيه تعطل عربيه يحصل فيها حاجه واحنا عايزين نكسر الرقم ومحدش يكسر الرقم بتاعنا الرقم اللي موجود عالمي كان حوالي 417 فكان التحدي ان احنا نكسر بعدد اكبر شويه عشان لما حد يبدا يفكر يكسر قدامه لسه وقت. ده انتوا كسرينه بقدر يعني مش اللي على الحركرك يعني بالظبط الرساله اللي كانت بالنسبه لي شايفها مهمه قوي وهو احنا عندنا شبكه طرق قويه جدا تخلينا نعمل رقم قياسي بالشكل ده ان 480 عربيه نقل يمشي في خط مستقيم مسافه مستمره بدون اي مشاكل ولا اللي حصل. جت اليوم ده كنا عارفين ان في شويه مطر على شويه هواء بس انا ما توقعتش انها تقلب كده قوي. صحيح الهواء سرعة الريح كان عالية جدا ويمكن احنا على طريق نزلنا بقى على الطريق الدائري فكان الطريق يعني قدامك مفتوح فالهواء سرعته عالية جدا والمطرة نزلت عارفة اللي هي ايه عارفة المطرة هي بتنزل ايه دقيقتين بس هنزلك شوية مطرة حلوين قوي اللي هو زي الطوب دي اللي بتخبط على الازاز وشوية مطرة تكاد تكون قربت للسيول يا خبر يعني لو ورينا تاني الجزء بتاع المشاهد اللي كان فيها مطرة الجو غيم خالص حسيت بيه وقتها بقى لان ساعات الواحد بيقول لك دي عكوسات كرم ربنا معانا في كل شيء طبعا ودعم ناس كتير قوي اولا لازم اشكر رجال الشرطة اللي كانوا موجودين معانا من الساعة 12 بالليل انا كنت لسه هقول لك اكيد في ناس كتير وجهات كتير هتوجه لها الشكر صحيح الساعه 12 بالليل جهاز رجال المرور قرروا انهم يكونوا موجودين قال لي تامر هنعمل كذا 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 في الحته الفلانيه هيحصل كذا هنقفل كذا وهنساعدك ان احنا برضو كان في نقطه كده
من الناس اللي بتحب انها تطلع حاجه كده شكلها مش حلو. ده الطريق الفرعي مش الطريق الرئيسي، وكان مهم جدا بالنسبه لنا ان ما نعوقش حركه المرور في الشارع خالص. يوم جمعه الساعه 6 الصبح طريق ده الفرعي، الطريق الرئيسي جنبه. فالطريق الفرعي احنا خدنا بس الجزء ده عشان نخش موسوعة جينيس ريكورد يعني. الجزء ده الفرعي مش الرئيسي. والمطر اهي والرياح اهي واحنا المطر شايفين. نزلت خلت كان في بوابات كبيره محطوطه، سرعه الرياح كانت عاليه فطيرت كل الكلام ده كله. وقع وطار، وفجاه حسيت اللي هو ايه ده؟ هنا في اللحظه دي والله كل واحد كان موجود. بص هنا انت شايف وصل الاعلام سرعه الرياح عامله ازاي مع مطره طبعًا. وخلاص بقى الارض المايه عليت جدا. وهنا برضو رساله تانية ان بشبكه الطرق الحلوه اللي موجوده دلوقتي المايه ما وقفتش على الطريق، المايه نزلت متصنعه الطريق، الطرق الجديده بقى بتاعتنا تصميم تنزل بشكل مظبوط، فما بقاش عندك تجمع مايه فقدرنا نحرك العربات النقل دي بسهوله. لكن في اللحظه اللي حصل فيها ده كانت فيها بالنسبه لي رعب. اللي هو الحلم اللي انت بتحلم بيه ده هيروح ولا ايه؟ الناس اللي تعبانه دي كلها، الحماس اللي موجود على السواقين، الحماس اللي موجود على كل واحد موجود على الارض، تعب الناس بتاعت او تعب كل الناس كمان من صندوق تحيا مصر. الناس دي شغاله بقى ايه قدامه 3 4 ايام كان فيهم احداث مختلفه وارقام مختلفه وهم مكملين احنا معاك. ف كانت بالنسبة لي لحظة تخوف، لكن كرم ربنا كان كبير جدا. وشفت كل الناس على الأرض بتتحرك من أكبر واحد لأصغر واحد بيحرك ويزق ويشيل بإيديه ويعمل. وفجأة ركبنا تاني البوابات وجم بتوع موسوعة الجنس قال لي تامر صعب جدا. قلت له بص احنا بتوع عربيات طبقا للشروط والمعايير المسافات الأمنة هتزيد شوية، سرعتنا هتختلف بس هنعمل الرقم. بما انك كنت بتقود هذه القافلة العملاقة اللي كسرت رقم قياسي بمارج كبير قوي، مارج كبير قوي في موسوعة جينيس ريكوردز، اخر رسالة من وجهة نظرك ايه اللي مصر بتقوله للعالم من خلال موسوعة جينيس ريكوردز؟ بص احنا عندنا حاجات كتير بتتقال، بس يمكن الرقم ده بالنسبة لي انا بصيت له من ناحية، يمكن انت عارفة انا بحب الحتة دي قوي، ان احنا دايما بدور على الصورة الايجابية اللي عايزين نطلعها. الصورة الايجابية اللي شايفها لما حد هيتفرج على فيديو زي ده ويتفرج على شكل الصورة من فوق ويتفرج على شبكة الطرق ويشوف ان عندنا طرق محترمة، عندنا سواقين محترمين بيسوقوا بالمعايير الامان المظبوطة، عشان ما يجيش واحد يقولك سواقين النقل و بالعكس سواقين النقل زي الفل، دي له الشروط المظبوطة، الراجل ساق بطريقة محترمة ونفذ ودخل موسوعة جينيس ريكورد. عندنا ناس بتشتغل، مش عايز اخضك ان احنا كنا مثلا حوالي حاجه 20 واحد اللي بيحرك 480 عربيه نقل، وتحديدا منهم 9 من فريق الفا او 10 فريقي والباقيين من صندوق تحيا مصر، مجهود كبير جدا. وفي الاخر هي دي النماذج الحلوه اللي لازم نشوفها، ففيها حاجات كتير قوي قوي قوي، وسعيد وفخور. ويمكن من الحاجات اللي فرقت نفسيا بالنسبه لي في 2020 جدا تقفل السنه. ألف مبروك، إحنا فخورين بيك، كل سنة وإنت طيب. والإعلامي تامر بشير وثائق الراليات وقائد أكبر قافلة إنسانية في العالم في موسوعة جينيس ريكوردز، كل سنة وإنت طيب وألف مبروك ونورتنا. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا، كنت معكم مها بهنسي، صباح الورد عليكم.